لازمكم شي شباب؟ جيت بوقتك، شلون مو لازمنا؟ قرب هلا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، والله الحجي صاحب الحمام إذا عرف بيخنقني بالساونا. أنا ما بقدر خبي شي على الحجي صاحب الحمام. يعني ما رح تاخذ الفرع وتبقينا؟ لا ما بقدر، والله إذا أعطيتوني 100,000 فرقة ما بقدر. خلص رزقوا اتركوا اتركوا، مو مقسمة له، صرنا ساعة قاعدين عم نتحايل عليهم وقبلان. بس بتعرف هيك رح أضرب عليك الألف ليرة، لأنه نحن رح نبقى رح نبقى. ما فهمت عليكم، يعني رح تبقوا بالزور حسبا عني؟ مو بالزور بالزور، بس أنت لحالك لما تعرف مين نحن رح تبقينا. قل له مين نحن ومرزوق. ايش قال له انا ما تقول له انت خير؟ سيدي انا ما بصير اقول له، انت رئيسي وانت لازم تقول له. هلا مين ببلل عادة، الرئيس ولا نائب الرئيس؟ عفوا سيدي، اذا بدك قول له قول له، بس من تمك احلى، مثل ما بيقولوا من تمك احلى يا تحلى. اذا رح بتصل فيهم وخليهم يبلغوا بشكل رسمي. عفوا سيدي، بمين بدك تتصل؟ قصدي يعني مع مين رح تحكي مشان يلحقوا؟ ولو في المناسبة أول مسعود زميلك، إذا بدك تقول لك لاي حدا من دورتك من دفعتك مناوي بدنا نحكي معه. ولا يهمك،